بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدات والسادة الوزراء وممثلو المنظمات الوطنية والعربية والدولية، السيدات والسادة الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أنقل إليكم جميعا تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي نجتمع اليوم تحت رعايته الكريمة لإثراء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسياحة العلاجية. كما أود أن أشارككم تمنيات سيادته بأن يكلل مؤتمرنا بالنجاح والتوفيق، خاصة أنه يرفع في دورته الثانية شعار تطبيقات السياحة الصحية المصرية. فأهلا بكم جميعا ضيوف مصر الكرام. السيدات والسادة، نجتمع اليوم لنتحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهته. إنها صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية. فضلا عن ذلك، يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة. فمثلا على سبيل المثال، يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفقا لمجلة السياحة العلاجية ميديكال توريزم ماجازين الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان أو ألمانيا أو الهند. أيضا وفقا لجمعية السياحة العلاجية The Medical Tourism Association، فيعبر حوالي عشرات الملايين سنويا في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافر إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مدفوعا بواحد من أكبر التغيرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن 21 المتمثل في شيخوخة السكان، تلك الظاهرة التي يطلق عليها أيضا الشيب العالمي، والناتجة عن الارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سنا 84 عاما فأكثر. فوفقا لتقديرات الهرم السكاني، من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عام وأكثر من 10% من الإجمالي عام 2023 إلى 16.5% عام 2050، علما بأن عددهم سوف يتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة. وبطبيعة الحال يزيد ذلك من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير الملباة، ويخلق فرصا اقتصادية غير محدودة للوفاء به. أيضا تعد السياحة العلاجية والاستشفائية مجالا خصبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية. الحضور الكريم، إدراكا للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصدا للسياحة العلاجية والاستشفائية، مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر، وأيضا المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العلمين ورأس الحكمة، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر التي رأينا أمثلة منها في هذا الفيلم الذي عرض منذ قليل. وكل هذه المقاصد بتأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة
مع القطاع الخاص ومع ذوي الخبرة في تنميتها، حيث أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصدا سياحية عالمية لما تظهر به من مقومات الجذب السياحي، وكذلك يمكن أن تكون موطنا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة، وأيضا أن تكون هذه المقاصد من أفضل الوجهات العالمية للسياحة بوجه عام والعلاجية والاستشفائية بوجه خاص. ليس هذا فحسب، ولكن أعلمنا بالفعل في إطار هذا التوجه في أوائل شهر يناير الماضي عن إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية، وهو منتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدان باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه مصري، ومن المقرر أن يدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد. السيدات والسادة، لقد اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في ربوعها، وندرك يقينا أنه لا يزال هناك جهودا مبتكرة عدة يمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتصبح رافدا أصيلا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030. فمن جهة ينطوي النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية على شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين الذين يعملون معا في نسق متناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها، مما يخلق مجالا رحبا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم. ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدمو الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين والوكالات السياحية والهيئات التنظيمية المختصة بشؤون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول وشركات التأمين والخدمات الداعمة، كما أن هؤلاء يقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة. ومن جهة أخرى يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليا ويمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية. فنجد على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية وتكوين عناقيد صناعية مبتكرة لهذه السياحة، استحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، وكذا تطوير منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها، مما يتيح تجربة كاملة للعميل بما في ذلك الاستفسارات الأولية والتنسيق مع مقدمي الخدمة والمتابعة بعد الحصول على الخدمة، إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية. لذا فإنني أدعوكم جميعا لإثراء فعاليات المؤتمر على مدار يوميه ليكونوا بحق منصة تشاركية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والدروس المستفادة منها، حتى نصنع معا مستقبلا مزدهرا لسياحة علاجية واستشفائية رائدة. وفي الختام أتمنى لكم جميعا كل التوفيق، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.